الدوري العام سموحة والأهلي على استاد برج العرب، مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري العام في تمام الساعة 17:00. كالعادة كابتن إسلام بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال هذه المباراة، رغم تعثر فريق النادي الأهلي في مباراته الأخيرة، ولكن شغل كبير جدا من الجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الكابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، الجوانب النفسية اشتغلوا عليها بشكل كبير جدا، لأن أكيد طبعا مع المباراة الأخيرة والمباراة التي سبقت مباراة بيراميدز تعادل فريق النادي الأهلي، أكيد طبعا كان في حالة من الإحباط بلغة الكرة من لعيبة النادي الأهلي، لكن الدوافع بشكل كبير اشتغل عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمد يوسف، مستر مارتن، أحاديث فردية مع اللاعبين، أحاديث جماعية، لعيبة كمان يمكن بتكلم بعضها في كل التدريبات سواء قبل التدريب أو بعد التدريب، لأن أهمية المرحلة القادمة من بطولة الدوري العام والبطولة الأفريقية وتلاحم المباريات الكبير، لابد يكون في غلق لهذه الصفحة وهي المباراة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم لفريق النادي الأهلي. كمان يا كابتن إسلام، والنقطة اللي حابين إن احنا نتكلم عليها ولمسينها على أرض الواقع، وهو الشغل الكبير جدا اللي بيبذل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وقطاع كرة القدم بالكامل، جلب صفقات تفيد النادي الأهلي بشخصية النادي الأهلي، لاعبين يمكن خلاص دخلوا في قائمة فريق النادي الأهلي خلال هذا الموسم، لاعبين تعلم جيدا قيمة قميص النادي الأهلي، شخصية النادي الأهلي، وبإذن الله يكونوا موفقين كل اللعيبة. مش عايزين ننسى حد طبعا، سواء صالح جمعة أو رمضان صبحي، محمود وحيد، محمد محمود، حسين الشحات، وأخيرا ياسر إبراهيم، وليس أخيرا منتظرين كمان يكون في صفقات أخرى لفريق النادي الأهلي. شغل كبير جدا من مجلس الإدارة بنأكد عليه، المهندس عادل القيعي مستشار لجنة التعاقدات، أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات، الكل بيعمل في مجاله، لأن يمكن خلال الأيام الماضية وال 48 ساعة الماضية بالتحديد رسالة طمأنينة كبيرة جدا لجمهور النادي الأهلي مع الصفقات المميزة والرائعة، واللي بنأكد عليها أن كل من يرتدي قميص النادي الأهلي يعلم قميص النادي الأهلي وقيمته الكبيرة والمطالبة بشخصية النادي الأهلي، التحديات التي تواجه كل اللاعبين، كل ده طبعا كان اختيارات رائعة من قطاع كرة القدم ومن مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي أكيد بنوجه له كل الشكر والتقدير، ومنتظرين المزيد خلال الفترة القادمة في قطاع كرة القدم بالتحديد، لأن النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة عنده أكثر من بطولة وأكثر من تحدي، مباريات عديدة وتلاحم كبير يا كابتن إسلام في المباريات، لابد يكون كل لاعب على قدر المسؤولية، اللاعب جاهز، يكون في لاعب واثنين وثلاثة في كل مركز، والحقيقة يمكن خلال الأيام الماضية مع جلب المزيد من الصفقات بالفعل قدرنا نشوف عدد كبير من لاعبين، عدد كبير إن شاء الله يفيدوا النادي الأهلي خلال الأيام القادمة. أيضا كمان يا كابتن إسلام، لو بنتكلم على قائمة فريق النادي الأهلي اللي بدخل بيها اليوم، مستر مارتن لاسارتي المدير الفني مكونة من 20 لاعب على رأسهم الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول، كريم ندفد، محمود وحيد، سليف كلوبالي، محمد محمود، هشام محمد، إسلام محارب، عمرو السلية، أحمد حمودي، رمضان صبحي، ناصر ماهر، وجيرالدو، محمد شريف، وليد سليمان، ومروان محسن. لو بنتكلم طبعا على آخر اسم في القائمة هو مروان محسن، القائمة 20 لاعب لكن واقعيا هكون 19 لاعب، مروان عنده 3 انذارات، لكن اكيد كانت رؤية فنية موفقة من مستر مارتن والكابتن محمد يوسف ان مروان يكون متواجد في معسكر فريق النادي الاهلي في هذه المباراة، لان النادي الاهلي هيظل في الاسكندرية في برج العرب استعدادا لمباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي، وهي اول مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. اكيد يمكن زي ما قلنا رؤية فنية مميزة ان النادي الاهلي يستمر في هذه المرحلة في الاسكندرية لفرض مزيد من التركيز، يكون طبعا مستر مارتن ياخد على اللعيبة بلغة الكرة بشكل كبير، لان يمكن المباريات والتدريبات خلال الايام الماضية يمكن الراجل ما بقالوش فترة كبيرة جدا، فأي يوم بيكون متواجد مع اللعيبة عدد من الأيام سواء في معسكر التدريبي أو في التدريبات أو في المباريات بيكون الانسجام أكتر، وده اللي أكيد مطلوب خلال الفترة القادمة، مستر مارتن والجهاز الفني بالكامل سواء من أبناء النادي الأهلي أو سبيستيان أو أليخاندرو يكونوا منسجمين بشكل كبير جدا لإنتاج كل الطاقة الفنية مع فريق النادي الأهلي. كالعادة أيضا كابتن إسلام، إصابات عديدة بتضرب فريق النادي الأهلي وإصابات مؤثرة فنيا، بنقوله بنأكد طبعا الأهلي بمن حضر، لكن عدد الكبير اللي احنا نقوله طبعا لكل جمهور النادي الأهلي من الإصابات لتأثير فني، أكثر من مركز بيكون في غياب أكثر من لعيب، أحمد فتحي، حسام عاشور، وليد أزار، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وصلاح محسن، وأكرم توفيق، ومحمد نجيب، وباسم علي. على ذكر طبعا وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن، الثلاثي غائب عن هذه المباراة وهي مباراة السموحة. مستر مارتن النهاردة يمكن هيدخل هذه المباراة بدون سترايكر صريح أو بدون فيرود صريح في هذه المباراة، أكيد كان في شغل خلال ال 48 ساعة الماضية على التكتيك، لأن من الواضح ومن المتوقع التشكيلة الأقرب اللي ممكن يخوض بها النادي الأهلي هذه المباراة هي الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، سليف كلوبالي، أيمن أشرف، علي معلول،
في المنتصف عمرو السولية او محمد محمود او كريم ندفد. يمكن حتى المكان ده لسه ما اتحسمش بشكل كبير، محمد محمود او كريم ندفد هيكونوا متواجدين في وسط الملعب، رمضان صبحي وجيرالدو الوافد الجديد لفريق النادي الاهلي وناصر ماهر ووليد سليمان. ايضا لو بنخص جيرالدو، وهو لاعب من اللاعبين المميزين جدا وظهر بشكل رائع خلال المباراه الاخيره والمباراه الوديه مباراه تشبين، اثنى عليه بشكل كبير جدا الجهاز الفني بالكامل، اعضاء النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين، جمهور النادي الاهلي في لمساته واضح ان عنده شخصيه كبيره، عنده روح كبيره جدا، مهاري، عنده تحركات هيفيد بشكل كبير جدا النادي الاهلي، وده اللي اكد مستر مارتن عليه انه يكون متواجد في القائمه ومنها في المباراه النهارده ان شاء الله يكون موفق جيرالدو. مستر مارتن يكون موفق ايضا في اختيار كافه لاعبين ان شاء الله اللي باذن الله النادي الاهلي يحصد 3 نقاط هامين جدا في بطوله الدوري العام الفتره القادمه باذن الله. النادي الاهلي يستطيع للعوده للانتصارات، النادي الاهلي سياخذ مكانه الطبيعي في بطوله الدوري العام، البطوله الافريقيه باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي تدريجيا، نصل ان شاء الله للمباراه النهائيه، ومن المباراه النهائيه باذن الله النادي الاهلي يحصل على هذه البطوله. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه من خلال ملعب الاهلي، بننقل كل كواليس فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه، وباذن الله النهارده عقب هذه المباراه بفوز النادي الاهلي اللي بنتمناه اكيد كلنا وكل جمهور النادي الاهلي، نشارك فريق النادي الاهلي الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، ونتكلم كمان عن مباراه فيتا كلوب المباراه القادمه لفريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام.